الأخت طيف من الحوطة، تفضل يا ألو، نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. أبغى أسأل الشيخ لو تكرمت، نعم. هل التصدق على العمال سواء في مستشفى أو عمال البلدية اللي في الشوارع أو عمال الحرم بنية الصدقة وليست بنية الرشوة، هل هذا يعد رشوة ولا يجوز؟ طيب، التصدق على العمال يا شيخ في الشوارع بنية الصدقة، إذا كان العمال مسلمين ومحتاجين فلا بأس بذلك، لأن هذا من الصدقة على الفقراء. نعم.